أشكر الكوادر وزارة الكهرباء اللي استنفرت منذ اليوم الأول للطريق الزارين والمشاية، ولغاية هذه اللحظة مستمرة بتأمين طاقة كهربائية لمناطق الزيارة ولكل المحافظات العراقية. أشكر كل الأخوة الوزراء اللي ساهموا والسادة المحافظين لدعمهم هذه الحملة. شكرا دولتها. معالي الوزير، في الوقت اللي نثمن دور وزارة الكهرباء بملاكاتها التي تعمل في ظروف صعبة، لكن بالتأكيد متابعتنا تشخيصنا أن هذا الموسم كان فيه مشاكل كثيرة. صحيح أكو ارتفاع غير مسبوق في معدلات درجات الحرارة، أكو أحمال مرتفعة بشكل غير مسبوق أيضا، لكن هناك مشاكل، هناك مشاكل أثرت على توفير الخدمة للمواطن عموما. قبل أيام الزيارة في بداية الموسم الصيفي، وأيضا ظهرت أمامنا مشاكل في أثناء أيام الزيارة، لذلك يحتاج إلى حلول، حلول مو معالجات لفك اختناقات، وإنما حلول غير تقليدية، حلول استثنائية. احنا نعرف هذا العدد الكبير من المواكب واحتياجاتهم، وبالتالي لازم نصمم شبكة خاصة بهذه المواكب حتى تظل تستمر. مو احنا كل يوم مناشدة تجينا من موكب، من منطقة، من محور، نروح ننصب محولة إضافية أو نبدل محولة. لا، احنا نعرف هذه الأعداد في تزايد، وأعداد الزائرين تحتاج خدمة، علينا أنه نوفر خدمة الكهرباء اللي هي خدمة أساسية. مثل ما ناقشنا ليلة أمس، الخطة المطلوبة من الوزارة خطة استثنائية على ضوء المشاكل والمعوقات التي ظهرت في هذه الزيارة، تعد لها حلول حتى يتم المباشرة خلال أيام إن شاء الله. دولة الرئيس، على توجيهكم عدينا رؤية مع السيد المحافظ والسادة أعضاء المجلس لتنفيذ شبكات طارئة ولمواكب الزائرين والمشاية، على اعتبار هذا حمل يضاف وقتي، إن شاء الله راح نعالج به كل المتعلقات. شكرا دولة.